لي ميكروفون زهر. كلموني إهداء صغير لزملائنا في قسم الملتي ميديا. أكيد نعم. كاين زوج راهم حريصات على أنهم يكون حضور صباح الشروق، برنامج صباح الشروق بكل تفاصيله في مواقع التواصل الاجتماعي. زميلتنا أحلام وذكروني بالاسم تاع زميلتنا. راح الاسم تاع مجدوك اكيد ما منسينا في خلال البرنامج، راح نعاودوا نتفكروا كل القسم تاع الملتي ميديا اللي حريص جدا، كل زميلاتنا وكل زملائنا بقياده الاستاذ محمد كانون، تحيه ليهم لانهم يبذلوا جهود كبيره حتى يكونوا معنا على مدار البث تاع البرنامج هذا المباشر. طبعا تحيه لكل الناس اللي وقفت معنا باش يكون هذا الديكور وهذا الحله الجميله، وصدقوني رسائل تصل ولا أروع ولا أجمل، ولا يعني واحد الرسائل أنا من ذاك بزاف متأثر كي نقراهم في الواتساب. ما قلت لكمش تبكي تمتم، هاي راح تبكي خطرش صح والله، يعني واحد الرسائل جابرة، واحد الرسائل يعطيهم الناس. عندنا جمهور صباح شروق بزاف مميز، يعطيهم الصحة كل الناس اللي تبعث لنا، ومن ذاك تذمر، ومن ذاك تعيط علينا، ومن ذاك تطلب أشياء وما نقدروش ربما في هذاك الأوان نلبيوها، نقولهم قاع يعطيكم الصحة. شكرا لكل السيدات الجميلات القويات المتميزات اللي راهم هنايا اليوم في صباح شروق، وأيضا خلف برنامج صباح شروق راح نشوفوهم حتى في الكواليس. سيدة نعيمة، سيدة نسيمة، وسيدة اللي مختصة في التجميل إيمان، شيفا، كل صبيحة، فوفا، فوزية، فوزية، لا ما نسوهمش، فضيلة، كل النساء فضيلة اللي كل يعملوا معنا، كل زائد مديرة البرمجة ومديرة القناة سيدة سلسبيل فضيل وسيدة بثينة فضيل، كل النساء اللي واقفين على هذا البرنامج. طبعا تحية للرجال باش ما يزحفوش زملائنا، يعطيهم الصحة مهبلينهم، ولكن لأجل أن يكون هذا الجمال جمالي نعم. هبل في برنامج صباح شروق. يعطيكم الصحة زميلاتي، كل التوفيق، ربي يعيشكم، يعطيكم الصحة.